ننتقل للسؤال الثالث من حل أسئلة التقويم النهائي. السؤال يقول: اكتب أربعة جمل مستوفيا فيها المشتقات الآتية: اسم الفاعل، مبالغة اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، على أن يكون المشتق عاملا عمل فعله. ننتقل للسؤال الثالث من حل أسئلة التقويم النهائي. السؤال يقول: اكتب أربعة جمل مستوفيا فيها المشتقات الآتية: اسم الفاعل، مبالغة اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، على أن يكون المشتق عاملا عمل فعله. المثال نعم، الأول أنسى هذا المقاطعة. التصريف. نعم يا أدهم. أنسي بس خلي الطلاب زكاة يصوروا الشرايح، أنسي صار عندي ظرف، أنسي ما أقدر أكمل الدرس. ماشي يا أدهم، زملائك بطبيعة الحال عم يصوروا الشرائح. تمام، الله يجزيك خير. حسناً أعزائي، نريد المثال الأول عن اسم الفاعل. نعم يا إسراء. أي أنسي معي. أنسي اسم الفاعل: جاء الفلاح جامعاً سنابله. نعم، جاء الفلاح جامعاً سنابله. هنا اسم الفاعل جامع ومعموله سنابل، مفعول به الاسم الفاعل. بارك الله بك. أيضا لدينا مثال مر معنا في القصيدة رسول الهدى: اسم الفاعل: حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. لدينا اسم فاعل هو كلمة الراجي، ومكارم هي مفعول به لاسم الفاعل منصوب بالفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نريد مثال عن مبالغة اسم الفاعل. نعم يا ريهام. نعم أنسي. المجتهد سباقا رفاقه. هلا أعدتي يا ريهام. أنسي المجتهد سباقا رفاقه. رفاقه. هلا أعدتي لنا المثال. نأخذ مشاركة ثانية. نعم يا أمني سليمان. أنسي سعاد عطوفا قلبها. لم أسمع أيضا، هلا أعدتي. أنسي سعاد عطوف قلبها. نعم، سعاد عطوف قلبها. هنا المبالغة هي عطوف، وزنها فعول، وقلبها هنا فاعل لمبالغة اسم الفاعل. يمكننا أن نقول مثلا: الملك علام أمور رعيته. هنا علام وزنها فعال، هي مبالغة اسم فاعل، وأمور مفعول به لاسم للمبالغة عفوا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. اسم المفعول. نعم يا أحمد زيدان. تفضل يا إسراء ضبعا. ايه انسي مايك، انسي شو السؤال؟ بدي جملة باسم مفعول. ايه انسي، كم من رجلين منتزع مفعول؟ نعم، جملة فيها اسم مفعول. كم من رجلين منتزع ملكه؟ منتزع ملكه. نعم، كم من رجل منتزع ملكه. هنا منتزع اسم مفعول، وملكه نائب فاعل لاسم المفعول. قولنا أيضا مثلا: الأم معروف عطفها على أولادها. اسم المفعول هنا معروف، وعطفها نائب فاعل لاسم المفعول. نريد مثال عن الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم يا إيه. أنسي أنا؟ نعم. أنسي أنهى حياته سميحة أخلاقه. نعم، أمضى حياته سميحة أخلاقه. هنا سميحة هي الصفة المشبهة، وأخلاقه فاعل للصفة المشبهة. أيضا يمكننا أن نقول مثلا: المسلم كريم خلقه، حسن طبعه. هنا كريم وحسن كلاهما صفة مشبهة، خلق وطبع هي فاعل للصفة المشبهة. إذا كل من هذه المشتقات عمل فعله. بارك الله بكم. السؤال
الأخير من أسئلة التقويم النهائي يقول: أعرب ما تحته خط. قال بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. أعيد إعراب البيت كما ذكرته زميلتكم: إذا اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، كنت كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح اتصالي بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم كنت، اسم كان في حرف جر وكل اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الأمور مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. معاتبا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهي هنا اسم فاعل من عاتبة. صديقك مفعول به لاسم الفاعل معاتب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. البيت الثاني يقول: فيه شفيق معلوف في وداع الأحبة، أسايا على قلب كثير حنينه على كل أطراف البلاد موزع. نريد أن نعرب الشطر الأول من هذا البيت. تفضل يا ريم. أسايا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والياء ضمير المتصل مبني الفتح في محل جر بالإضافة، على حرف جر قلب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجر والمجرور متعلقان بخبر محذوف، كثير صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره، حنينه فاعل مرفوع للصفة المشبهة باسم الفاعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم، بارك الله بك يا ريم. إذن أسايا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء للتعذر، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، على قلب جار ومجرور، كثير صفة لقلب مجرورة مثلها، وهي هنا صفة مشبهة، وحنين فاعل للصفة المشبهة مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة.